استاذ محمد خليني ابدا ببكره. بكره ان شاء الله في حفله النادي عامل حفله، مجلس اداره النادي الاهلي عامل حفله لعرض ما تم خلال 4 سنوات. يعني هي حاجه زي كشف حساب، يعني طبعا شيء جميل من الكابتن محمود الخطيب. يعني مش كتير انك تلاقي ناس تطلع تقدم كشف حساب وان بحاسب نفسي بنفسي وبقول انا عملت ايه وبقدم لكم كل التفاصيل كحساب ختامي انا اللي بقدمه بنفسي للناس وللجماهير ولاعضاء النادي والمجلس ادارتي وللي جايين. فالحقيقه حاجه جميله جدا بالكابتن محمود الخطيب، وحاجه محترمه وبتعبر عن القيم والمبادئ الموجوده في النادي الاهلي، وبتحقق المبدا بتاعه اللي هو تاريخ وتطوير ومبادئ. اتكلم عن تاريخ النادي الاهلي وازاي نجح في تطوير النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب اكيد هيكشف لنا عن اللي حصل في ال4 سنين دول بالكامل. حصل نقله كبيره جدا في النادي الاهلي على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الرياضي، على كل المستويات. الحقيقه النادي الاهلي عمل قفزات كبيره وقفزات عملاقه في عهد كابتن محمود الخطيب، كانت مفاجاه للناس كلها. الحقيقه اعتقد ان المرحله المقبله هتكون مختلفه تماما بالنسبه للنادي الاهلي، لان المؤكد انك انت هتبني على ما وصلت اليه الان. كلنا بننتظر هذا المؤتمر اللي الكابتن محمود الخطيب سيعقده غدا ان شاء الله الـ6 مساء في النادي الاهلي. اعتقد ان هنشوف برضو في رؤيه مختلفه، اراء جديده. لاول مره رئيس نادي يطلع يحاسب نفسه قدام الناس كلها، ودي حاجات تميز الكابتن الخطيب الحقيقه. اعتقد شيء جيد يا خالد اللي بيحصل، ان احنا نشوف ماذا حدث خلال ال4 سنوات الماضيه من تطوير وانشاء مقرات النادي الاهلي. دايما انا بقول مقرات النادي الاهلي، ما بقولش افرع، لانها بالفعل هي مقرات بتورينا جوه كل مقر له خصوصياته، ولكن في النهايه الكل تحت تطوير واخلاق ومبادئ. طبعا هو فكره ان اهلي مدينه نصر واهلي زايد واهلي جزيره هو كل اهلي، دايما هي نفس التجمع ان شاء الله. التجمع طبعا، هي الفكره كلها الاقصر والاقصر طبعا ولسه اللي جاي ان شاء الله. يعني لانك عندك طموح دايما انك تكون متوسع، دايما طموح انك تكون اكبر. الفكره كلها ان احنا اتعودنا على مدار التاريخ، مش في انتخابات الانديه بس، في اي انتخابات، اي انتخابات، اي حد بيدخل بيقول انا هعمل 1 2 3 4، وكل الناس تفضل مستنيه 1 حتى يتعمل، ما فيش 2 حتى يتعمل، ما فيش. ثم نفس الشخصيات تنزل في الانتخابات اللي بعدها تدارى من اي كلام هي قالته قبل كده، وتلحس اي كلام هي قالته قبل كده، كمان بتعيد نفس الوعود. بتتكلم بشكل عام طبعا. نعم، بتعيد نفس الوعود اللي قالتها في البرنامج الاولاني، وبعد كده مفيش اي حاجه. انما حد يعمل برنامج انتخابي كان اسمه برنامج عائله الاهلي، كان مفند وكان كان نازل كده ورق كبير كده للناس، فيقول لك كل الورق ده هتعمل، كل المشاريع ده هتتعمل. فانك تقول للناس تعالى انا البرنامج كان اهو، وانا عملت 1 2 3 4، وفي امور كمان زادت على البرنامج اللي كان موجود، فده اكيد بياكد ان الناس دي ما بتهزرش، الناس دي ما بتقولش وعود في الهواء، الناس دي عايزه النادي الاهلي اللي بتتمناه، النادي الاهلي اللي يفضل مستمر على القمه. الوصول للقمه بيكون سهل، الحفاظ عليها اصعب بكتير جدا، انما النادي الاهلي دايما بيختار الصعب، دايما بيختار انه يكون على القمه بالعمل مش بالكلام، وده اللي هياكده الكابتن محمود الخطيب، واللي احنا شايفينه اصلا واحنا لامسينه خلال طول السنين اللي فاتت. مش مستنيين، انا واحد من الناس مش مستني، انا عارف والجماهير عارفه الكابتن محمود الخطيب عامل ايه، بس ده مبدا بيقره للي بعديه وبيصعب على اللي بعديه. ما اكيد الكابتن محمود الخطيب في وقت من الاوقات والمجلس ده هيسلم المهمه في وقت من الاوقات لناس جايه بعده، فبيقول لهم انا واحد من الناس في وقت من الاوقات حاسبت نفسي، فكل واحد جاي بعد كده ان شاء الله يعني في المستقبل هتحاسب نفسك، مش هتستنى حد يحاسبك. فده مبدا كويس جدا بيعمله كابتن محمود الخطيب. يعني مؤتمر مهم في وقت مهم يا حكيم. طبعا مؤتمر كشف حساب برضه لازم الناس تبقى تاخد بالها من حاجه مهمه جدا يا كابتن اسلام. اتفضل. ان انت عندك سنتين كان في شبه توقف، حتى لو كانت مباراه الدوري بتقام، بس يعني بنسبه مثلا 50-60% توقف للحياه على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا. نعم. تمام؟ السنه الاولى طبعا كلنا عارفين الحاجات اللي مرت بيها، وبرغم كده مجلس الاداره اللي هو تعهد، لان القائمه كلها بتاع كابتن خطيب نجحت، تعهد ببرنامج اسمه عائله الاهلي. البرنامج ده كان بيضم عدد من المحاور، اولهم الحفاظ على هويه النادي، تمام، وده اللي ظهر بشكل واضح جدا في شكل اسوار النادي، في شكل المداخل بتاعه النادي، بتاعه المقرات والفروع، حاجات كتيره جدا خلينا نشوفها بكره. افضل يعني. تمام. وظهر كمان في الوعود اللي انت عملتها، انت قلت محله تانية للشيخ زايد، عملت تانية واشتغلت في الثالثه. فرع مدينه نصر خلاص اعتقد على الفينش الرئيسي، مدينه نصر ممكن تقول بقى مقر تاني جوه المقر. ليه؟ اللي انت عملت فوت كورت، عملت منطقه ترفيهيه، وعملت الجراج اللي كان هو حلم يمكن 3-4 دورات عدوا.
بجانب الجزيره طورت فيها وحافظت على الهويه بتاعه النادي. اعتقد ان دي جزء مهم جدا، وانك بترسي قاعده مهمه في الموضوع. هو الا ان اي مجلس اداره يجي، احنا ما بنتكلمش او مش النادي الاهلي ما بيتكلمش على انديه تانية، بيتكلم على نفسه. اي مجلس اداره يجي هيقدم وعود اخر الاربع سنين، انا اللي بحاسب نفسي وبقول لك انا عملت ايه. واعتقد ان بكره الكابتن الخطيب مش هيكتفي بكده، هيكتفي بحاجات يمكن هيقول حاجات كان شغالين فيها بس محدش يعني لسه هتعلن بكره. طيب مفاجآت، من الممكن ان نرى مفاجآت غدا يا ابو علي ولا ايه رايك؟ هو كابتن يعني توقعي زي ما استاذ محمد قال واستاذ خالد واستاذ حكيم ان هو كشف حساب. كشف حساب عامه او في الغالب ما بيبقاش فيه مفاجآت، على قد ما بيقول انا في ظروف معينه وفي ظل وقت معين الناس كلها بتعاني من مشاكل اقتصاديه ومشاكل صحيه، انا كنت ثابت وكنت شغال، والناس العمال البسيطه اللي عانت في كل مكان كانت بتاخد حقوقها ومرتباتها فضلت ماشيه في وقت كان في ناس كتيره مرتباتها، او في ناس مشيت ناس وفي ناس فصلت ناس، لا انا كنت ثابت ومرتبات الناس بتاعتي كانت بتاخدها بانتظام في وقت غايب عني بطولات مهمه، او انا كراجل بتاع كوره بقى واساسي يعني مهتم بالمشجع العادي، شفت ان بعد غياب سبع سنين مثلا لبطوله دوري ابطال افريقيا بقدر احقق البطوله سنتين ورا بعض، وقبليها وصلت فاينل في سبع ثمان شهور، قبليها سيمي فاينل قدام الترجي. كنت حاسم وقت الازمه بتاعت سان داونز واللي حصل فيها، ووقت رحيل فايلر القرار بالتعاقد مع موسيماني في التوقيت ده بالذات، ان هو راجل مطلع على الكره الافريقيه، عارف الاهلي كويس، عارف المنافس بتاع الاهلي، الحاجات دي كلها بالنسبه لي بتمثل لي انا كراجل الاهلي اساسه الكوره، يعني سر شعبيه النادي الاهلي في الكوره. انا لما الاقي ثلاث بطولات دوري من اربع بطولات انا باخدهم، بكسب كاس مصر، بكسب اثنين سوبر، بكسب سوبر افريقي، بكسب اثنين دوري ابطال افريقيا زي ما قلت لحضرتك، باخد برونزيه كاس عالم الانديه. الموضوع كمشجعين نادي الاهلي اللي هم غالبيتهم او حتى في الاعضاء في ناس كثيره منهم بيهتموا بالكوره، حصل نجاحات كثيره جدا على المستوى الرياضي بجانب الالعاب الاخرى. فدي كلها وجهه نظري دي اللي هتتعرض على الجمعيه العموميه بكره، على جمهور الاهلي عامه اللي هو الجزء طبعا من خلال شاشه قناه الاهلي كله هيتفرج بكره ان شاء الله. بالظبط، وما اكتفيتش كمان بان انا باخد بطولات بالكوره، لا ده انا البطولات دي يعني هقول لحضرتك كده بالورقه والقلم، اثنين دوري ابطال افريقيا عاملين معايا 5 مليون دولار مكسب للنادي الاهلي. لما باخد ثالث العالم باخد 2.5 مليون دولار. داخل كاس العالم اللي هي اللي جايه ان شاء الله المفروض في يناير، اقل حاجه حتى لو كنت انا اخر فريق ضامن مليون دولار على الاقل. السوبر الافريقي حوالي 200,000 دولار. فانا كمان ده انا باخد بطولات وبنعش خزينه النادي بمبالغ كبيره. فده في كل يعني في حد ذاته ده بالنسبه لي كراجل مهتم بالكوره او بتكلم باسم الجمهور العادي، ده نجاح طبعا يحسب للكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، ومش عايز انسى طبعا وواحد شريك يعني اصيل العميد محمد مرجان، وكان موجود في الفتره اللي كانت اصعب فتره بتهيألي عدت على سنوات. لا كابتن سرهم كمان فتره صعبه جدا، وكانت يعتبر التاريخ هيقف عندها ان دي من اصعب الفترات اللي مرت. الثلاث سنين دول كانوا يعني فيهم فتره كان في كلام كتير وكان في تلاسن وكان في تطاول وكان في حاجات غريبه على الوسط بتاعنا. فانا برضو عايز اوجه له التحيه من خلال منبر حضرتك وقناه النادي الاهلي على المجهود اللي بذله، عشان الناس بتتكلم عن المجلس، فزي ما اتكلمنا عن المجلس ندي الراجل ده حقه يعني.